اسمي أسيل كلا، 25 سنة، مضيفة طيران. الأكاديمية يعني تعطينا بعض النصائح وبعض التوجيهات اللي يساعدونا باش نقدروا نتحكموا في الغضب تاعنا، بما أنه نتعاملوا مع أشخاص مختلفين وبطبع مختلف وبتقاليد ومختلفة. يعني أنا في الماضي كنت إنسانة شوية نتقلق، شوية نغضب بسرعة، وبما أنه أنا حبيت وعشقت أني أصبح يعني مضيفة طيران، فهذا الشيء كان لازمني نلقى له حل. درت أبحاث وقدرت نتوصل لاستراتيجيات اللي تخليني نتخلص من هذا الغضب نهائيا، ومن بينها الحاجة اللي ساعدتني أنا ركوب الخيل. كي نجي لهذا المكان ننسى كل هموم وكل غضب وكل المشاكل اللي عندي. الغضب هو شيء مش مليح، حبذا لو ما نديروهش في حياتنا ولو نحيوه نهائيا، لأنه هذا الغضب راح يخلينا مثلا نعطيه المشكل فوق حده، وبذلك هذا الشيء راح يهدد علاقتنا مع الغير ومع المجتمع ومع الناس وأينما كنا يعني، وبالأمد الطويل راح يأثر على حياتنا النفسية والجسدية مثل ما أنا كنت سابقا. ركوب الخيل بالنسبة لي أنا هو الشيء الوحيد اللي خلاني يعني قدرت أنه نتخلص من الغضب هذا. يعني أنا كي نجي لهنا ننسى كل المشاكل وكل الهموم وكل الضغوطات. يعني أنا منذ أن لقيت هذه الهواية اللي حبيتها أنا من كل قلبي، فأصبح الغضب والقلق ما عندوش يعني معايا في حياتي، لا وجود له يعني تقريبا ما كانش. ما نقولوش الحلم ولكن نقولو الهدف. الهدف تاعي هو أن أصبح مضيفة طيران، فلازم علي أن نتخلص من هذا الغضب وتماما، لأنه هذا الشيء لازم. نصيحة تاعي راح تكون أنه كل شخص يبحث في ذاته على سبب الغضب اللي خلاه غاضب، والبحث عن الأساليب اللي يقدر يتخلص بها من هذا الغضب، والبحث عن المهارة المناسبة لهذا الشخص لتقدر تساعده باش يتخلص من هذا الغضب. فكما أنا ركوب الخيل دائما وأبداً.